انت ولا انت اكيد عتكون شفتي التيفو اللي طلعت الكوكب مراكش البارح، ولكن بلاتي شنو المعنى ديال ديك التيفو؟ التيفو طلع بجمله عريضه، فاني فيدي فيتشي. باش نعرفوا المعنى ديال هذه الجمله ترجع معايا لسنه 47 قبل الميلاد. كانت واحد الحرب ما بين القيصر يوليوس وفارناسيس الثاني. القيصر من بعد ما فاز بديك الحرب رغم قله الجنود ديالو مقارنه بجنود فارناسيس قال جمله خلدها التاريخ، فاني فيدي فيتشي، جئت ورأيت وغزوت. تحت التيفو طلع ميساج إليغويرا كونتينوا، الحرب ما زالت مستمره. والخلاصه ديال هذا التيفو قريبا في القسم الاول.